السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيك يا شباب؟ يا رب تكونوا بخير ان شاء الله. بقالنا فترة ما عملناش دروس، والنهاردة انا هشرح لكم حاجة جديدة كده، حاجة مهمة قوي. وهو الحاجة دي لو انت عرفتها، انت لو قدمت في اي شركة بإذن الله بإذن الله بنسبة كبيرة جدا هتتقبل في اي شركات جيمز. اوكي، ففي البداية كده تعالى اعرفك، لما انت بتيجي تقدم في اي شغل في شركات جيمز، ايه اللي بيطلب منك وايه هم اللي بيبقوا عايزينه؟ في الطبيعة كده في نوعين من الشركات. في نوع لما بتيجي تعمل معاه انترفيو ومثلا يعني بيعجبوا بشغلك والكلام ده، بيجي يقول لك والله انا عايزك تعمل لي ارت تيست. الارت تيست ده بيبقى عباره عن ايه؟ بيبقى عباره ان هو بيجيب لك اي ريفرنس لاي حاجه، مثلا على سبيل المثال جويستيك مثلا. ايه؟ ممكن مثلا يجيب لك دراع جويستيك كده، حاجه كده، ويقول لك انا عايزك تصمم لي الجويستيك ده. اوكي؟ إيه، ويدي لك تايم استيميتد بتاعك، يقول لك مثلا انت عندك، انت هتخلص في قد ايه، يومين ثلاثه. هو بيبدا يحسب التايمنج ده على حسب الوقت اللي هو المتعارف عليه عنده. يعني مثلا لو هو عنده شخص مثلا انفايرمنت ارتست او موديلر بيعمل حاجه دي في يومين، فانت لو قلت له 4 ايام فانت هتبقى بالنسبه له اخدت وقت طويل. ماشي؟ يهمه كمان الكواليتي. تاني حاجه كمان بيبص عليها الواير فريمز والنورمال ماب والعدد البوليجونز بتاعتك. اوكي، فالحاجات دي مهمه قوي. لما انت بقى بتيجي في الاخر تطلع له الشغل وبتظهره له بالشكل المطلوب، هو في الاخر بيبدا يشوف الشغل ده كويس، اتعمل بالشكل المظبوط، النورمال مابس مظبوطه، مفيش اخطاء في البيكنج. على اساس وقتها بيبدا يحدد هل انت تستحق ان انت تخش المكان ولا لا. اوكي، فانا النهارده هعرفكم الاسرار بتاعت الشركات وايه اللي بيطلبوه، وازاي تطلع الاخر الموديل بتاعك بشكل مظبوط جدا بدون اي مشاكل، وفي الاخر يكون موديل اسيتس لو بولي للجيمز. فيعني انا عن نفسي انا عاجبني مثلا الموديل ده. اوكي، ف تعالى قبل ايه ما نشتغل عليه، انا هوريكم شويه حاجات كده، اسرار عن النورمال مابس والبيكنج. احنا دلوقتي هنتكلم على الموديلنج، ازاي تعمل اسيتس موديل للجيم، وده مهم جدا، لانك انت لو اشتغلت في اي شركه موديلر او انفايرمنت ارتست حتى لازم تكون عارف الاساسيات دي. والاساسيات دي لو عرفتها خلاص انت هتدوس، وبعد كده محدش هيعرفك. اوكي، ففي البدايه كده تعالى اوريكم صوره زي دي مهمه قوي في موضوع البيكنج. اوكي، دي ببساطه بتشرح لك ازاي تقدر تعمل نورمال بيكنج بشكل تقدر تعمل النورمال مابس بشكل مظبوط، وازاي ان انت تاخد التفاصيل من الهاي بولي وتحطها على اللو بولي. اوكي، في مشاكل كتيره قوي بتقابل الناس لما بتيجي تعمل مثلا الموديل. انت المفروض انت بتتعامل مع الجيم، بتتعامل مع حاجات لو بولي جدا. فعلى سبيل المثال تعالى ايه، هنعمل مثلا بوكس كده. اوكي، وهنخلي البوكس ده 50 في 50. اوكي، هنعتبر ان البوكس ده عندنا ده بوكس عادي اهو، المفروض ان انا عايز ادخله الجيم انجن، بس ما يبقاش شارب كده، انا عايزه يظهر لي ان هو يبقى سوفت شوية، يبقى البتاع ده يبقى سوفت شويه. اوكي، فعايزين يعني بمعنى اصح ان الكيرفز دي او الحواف دي بتبقى شارب، بتبقى سوفت، وفي نفس الوقت يفضل هو لو بولي كده. فاحنا هنعمل الكلام ده ازاي؟ اول حاجه احنا هنعتبر ان ده خلاص البوكس بتاعنا. اوكي، هنحوله ايديت بولي، هنضيف له ان راب. اوكي، وبرده ممكن اوريه لكم كمان في المايه. فانا مثلا هعمل كده ايه، بوليجون. اوكي، هعمل فلاتن. اوكي، فعملت ان راب خفيف كده سريع. اوكي، وهنيجي هنا، انا اهم حاجه عندي ان انا هبدا في الان راب بتاعي، هعمل حركه كده لطيفه ان انا عايز ابعد ما بين الفواصل دي علشان النورمال مابس بتاعي ما يطلعش فيه مشكله. ليه بقى؟ بص، انت المفروض دلوقتي المسافه ما بين هنا وهنا تعتبر 0.0.1، شايف المسافه دي صغيره جدا. لما يجي النورمال ماب ياخد الهاي بولي بتاعه، هو المفروض عايز يضيف مساحه شويه ما بين الاتنين ايدج دول. فلو ما عندكش المساحه الفاضيه دي، هتبدا تلاقي ان الايدج ده دخل في الايدج ده، وهتلاقي ان الكيرف بتاع الهاي بولي مش مظبوط. فاحنا بنعمل ايه؟ هاجي اسلك على الثلاثه دول كده.
اوكي، وهنزل تحت هنا خالص وهقول له ان انا عندي الباتنج دي. الباتنج دي هي المسافه اللي ما بين المسافه اللي هيطلع منها اسف اليو في او البيكنج بتاعي لبره، يطلع لبره شويه. فانا هقول له انا عايز اخليها مثلا 0.4 اوكي، واعمله كده. ماشي. لا احنا عايزين ايه، خليها 0.2. ماشي 0.2 لطيفه اوكي. فبص انا دلوقتي بدات اسيب مسافه ما بين كل واحد والتاني علشان اخلي الفيسز بتاعتي تتنفس شويه، بحيث ان في اليو في تبقى مظبوطه اوكي. بعد ما خلصت ده انا هاخد من الدوبليكيت بتاعه اوكي، وده احنا يعني ايه، خلينا نعمل هيدن لده كده. هاخد ده الاول وهقول له ان ده مثلا ايه البوكس اندر سكول لو اوكي، وهعمل ان هيدن وخلاص، هخفي خلي ده موجود. والبوكس الثاني ده هنخليه مثلا بوكس. وهقول لكم كمان احنا ليه بنسمي الحاجات بالشكل ده اوكي. فهضيف ايديت بولي على الهاي بولي ده، بقى المفروض خلاص هاي بولي بتاعي. ممكن ما نضيفش، ما نعملش ايديت بولي، احنا ممكن نضيف على طول ايه شيمفر اوكي. ومن الشيمفر بتاعي خلينا ايه نعمل كده، نشوف مثلا احنا عايزينه يبقى سموز قد ايه. اوكي، وتعالى بعديها نقول له تربو سموز. بس انا الاول عايز اضيف ايديت بولي كده ماشي، وهنعمل رينج كده ونقول له ضيف لي مثلا 3 فيسز هنا، وبرده نفس الفكره هنا. انت بقى بتشتغل على اللوبولي بتاعك زي ما انت عايز. تعال الاول ناخد ده رينج ونعمل له كده، وده برضو رينج نعمل له كده، وتعال نضيف ده. بس انا عايز انزل تحت هنا واخليه كده، او خلينا نعمل دي كده واقول له سموزنج جروب وارجع. بس لا يعني هو مش عارف هو ليه. طب ثانية واحدة، هو تقريبا الشيمفر هو اللي فيه مشكلة، لان انا ستاندر يعني معلش بعتذر منكم. ماشي، هنعمل edit poly ونعمل ring كده. وعن نفس الفكرة هنا، نعمل نفس الفكرة هنا ring ونقول له كده، وبعد كده نديله كده اوكي. بقى البوكس دلوقتي معانا شايفين في كيرف بالشكل ده. لما نيجي نخفي هتيجي دلوقتي تبص تلاقي ان اللو بولي بقى فوق الهاي بولي، وده احنا مش عايزين الكلام ده. ليه؟ لان المفروض العكس. لما تيجي تبص على الصوره دي كده وتركز فيها بيقول لك ان المفروض ادي اللو بولي اهو، علشان الهاي بولي ياخد التفاصيل بتاعت عشان اللو بولي ياخد التفاصيل بتاعت الهاي بولي لازم الهاي بولي يكون فوقيه. فاحنا هنعمل ايه؟ هنيجي نعمل كده نخليه في السنتر اوكي، ومن التوب فيو خلينا نخفي ده، هنيجي نكبر ده كده شويه اوكي. دلوقتي اللي حصل ان انا بقى عندي شايف الهاي بولي اهو بقى فوق اللو بولي اوكي. طيب تعالى بقى كده اشرح لكم شويه حاجات في البيكنج. بص يا سيدي بيقول لك ايه بقى، بيقول لك ان انت لما بتيجي تستخدم مثلا سبستانس بينتر او برنامج بيكنج بتلاقي فيه حاجات كده معينه لازم انت تظبط الاعداد بتاعتها، وللاسف ناس كتيره قوي بتستخدمها من غير ما تعرف هي وظيفتها ايه ماشي. فعلى سبيل المثال اول حاجه لما تيجي تبص هنا
هنا بيقول لك، هتلاقي طبعا الصوره دي انا حاططها لكم، هتلاقي هنا بيقول لك ان ده اللو بولي، اللو ريز مش اللي هو اللي بالوايت ده، والاخضر ده هو الهاي بولي، نفس اللي احنا عملناه دلوقتي. تعالى احنا ممكن مثلا ايه نخليها مثلا اخضر كده، وده خليه ابيض، ماشي، نفس ما احنا ما هم عاملين بالظبط. شايف؟ ممكن بقى ايه ان انت تيجي تصغر، يعني خليه مش هتفرق، او ممكن مثلا اصغره من هنا، ماشي، يعني كده اوكي. مش بيقول لك بقى ان علشان تظبط النورمال ماب سبيكنج بتاعتك لازم تبدا تظبط اعدادات. ايه هي بقى الاعدادات دي؟ بص يا سيدي، في السبستنس بينتر في حاجه اسمها الفرونتال ديستنس، اوكي، وهي اللي هتلاقيها دلوقتي حاططها لك باللون الاحمر كده، وعندك حاجه اسمها الرير ديستنس، وهنا الريز. ايه بقى الكلام ده ومعناه ايه؟ وشايف الازرق ده هو النورمال. بص تعال الاول اوريك ايه هو النورمال. النورمال بيقول لك لما انت مثلا بيبقى عندك اللو بولي مش بتاعك كده، اوكي، ولو جيت ضفت حاجه اسمها اديت نورمال، اوكي، بتلاقي بكل بساطه كده طلع لك شويه لاينز كده. اللاينز دي هي دي الريز بتاعه النورمال مابس. بمعنى ايه؟ ان انا دلوقتي لو انا عندي حاجه كيرفت كده، فالمفروض ان ده، بص، واحد طالع لفوق، واحد طالع لتحت، وواحد طالع للجنب، فدلوقتي انا عامل لي زاويه كده كيرف، فدلوقتي ان ده هيقدر يعمل لي، يعني هيقدر ياخد البيانات بتاعت الهاي بولي ويضيفها على اللو بولي بشكل مظبوط. طب لو هو معمول كده، بص هيبدا يحصل ايه؟ هيبدا يحصل حاجه كده، اللون الاسود دي حاجه اسمها ارتفاكشن، ودي الارتفاكشن ديت بتحصل في مودلز كتيره قوي، بتعمل مشاكل كتيره جدا للناس، وهوريكم برضو ازاي تقدروا تعالجوها، اوكي؟ والموضوع ده مهم قوي قوي قوي، لان ده الاساسيات. انت لو عملت الكلام ده عندك على 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 اي اسيتس انت عامله ورفعته على الارت ستيشن، الشركات جدا جدا يا جماعه بتهتم بالكلام ده، ووقتها بيقدروك جدا، اوكي، لانه بيبقوا عارفين ان انت فاهم في الكلام ده، اوكي. فانا دلوقتي مثلا على سبيل المثال انا خدت اي ريز من دي وعدلتها وجيت ظبطت الدنيا، باجي اعلم على الريز دي كلها واقول له انا عايز اعملها يونيفاي، اوكي، كده حول لي الموديل على طول لحاجه اسمها سموزنج جروب، يعني بمعنى اصح خلالي الموديل ده مكان ما هو شارب بالشكل ده بقى ناعم، لان انا الموديل بتاعي كمان محتاج ان هو يبقى ناعم علشان في الهاي بولي الموضوع معاه يظبط شويه. طيب علشان ما اطولش عليكم، احنا هنسيب دي دلوقتي، لان هو اصلا 3 دي ماكس كويس في الحته دي، المايه هو اللي بيحتاج شويه ان انت تظبط له الموضوع ده، بس خلينا ايه نعمل تيست كده بسيط. احنا خلاص معانا دلوقتي الهاي بولي اهو، اوكي، وهنكتب مثلا ايه بوكس اندر سكول هاي، اوكي، وناخد اللو بولي ونعمل برضو اكسبورت بوكس اندر سكول لو، ولما تيجي تعمل اكسبورت تتاكد ان السموزنج جروب موجوده، لان هي دي المهمه جدا علشان تعمل لي نورمال مابس بيكنج مظبوط. هنيجي نعمل نيو في السبستنس بينتر، وهاجي اقول له تعالى هنا كده، هنقول له اللي البوكس لو، واتاكد ان كوميوت تارجت سبيس ديت شغاله، وهاجي من هنا في البيكنج اقول له انا عايز اخد الهاي بولي واقول له 2K، وتيجي تشوف الحاجات اللي هنا. شايف الماكس فرونتال ديستنس دي والماكس رير ديستنس؟ هنا بقى علشان تفهم الموضوع ده، بيقول لك ان بكل بساطه ان الماكس فرونتال ديستنس ده، لما تيجي تشوف هنا هتلاقي مكتوب لك ايه الفرونتال ديستنس، اوكي، ده المسافه ما بين اللو بولي لاعلى حته الريز هيوصل لها. يعني انت مثلا لو على سبيل المثال الموديل بتاعك عندك مثلا تو مودلز موجودين كده جنب بعض، لو انت رفعت القيمه دي قوي
هو هياخد الموديل اللي هنا، البيانات بتاعت الموديل اللي هنا، ويرميها على الموديل ده، ماشي؟ فانت لازم تكون كير بالحته دي. هتقول لي طب انا ازاي اقدر اعرف المسافه ما بينهم؟ هقول لك هي ملهاش معرفه، انا هقول لك ازاي تظبطها. اوكي، الرير ديستنس بقى هي المسافه قد ايه ان الايفكت بتاع الدبس بتاع النورمال مابس هيأثر على السيرفيس بتاعتك. فاحنا بتيجي الاول هنستخدم مثلا ايه، نخليها زي ما هي كده، وهنا حاجه اسمها الافريج نورمال. ايه هو بقى الافريج نورمال؟ الافريج نورمال ده يا جماعه هو الموضوع ان انت عندك، بيقول لك ايه، ان انا عندي المسافه ما بين الهارد ايدجز ده والكيرف ده برضو هتبقى، يعني انا هسيبه، يعني هل انا عندي حاجه ناعمه وبحطها على حاجه شارب قوي، فانا عايز اخلي الافريج نورمال دي موجوده علشان يعمل لي تنعيم الحواف دي. اوكي، فانا هقول له انا هخليها زي ما هي، والانتي ليزنج دي هعرفها لكم برضو، هي حاجه بتعالج البيكسلز اللي ما بين الايدجات. فانا هنخليها دلوقتي سب بيكسلز 4 باي 4، وتعالى نعمل بيكينج. انا كنت عايز اصلا اعمل بيكينج بس البتاع. بص، شايف دلوقتي اللي حصل؟ مفيش تاثير حصل. ليه؟ لان هو بيقول لي المسافه اللي انت حاططها ما بين ده وده مش كبيره. فانا هبدا اجي اقول له، هقول له مثلا 0.05، اوكي، وتعالى اعمل لي بيكينج مره ثانيه. هتبدا دلوقتي تلاقي الموضوع اختلف تماما. شايف دلوقتي اللي حصل؟ اللي حصل ان انا البوكس بتاعي اتحول من بوكس شارب لبوكس ناعم بالشكل ده، وهو ده اللي انت بتعمله بالظبط في اي اسيتس او في اي لعبه عندك. لما يبقى عندك موديل زي ده، انت المفروض بتشتغل على الشارب ايدج، وبعد كده انت بتبدا تعمل الهاي بولي وتحطهم فوق بعض، هيدي لك الكيرفز ده، وهوريك الكلام ده عملي ازاي بنعمل الكلام ده. اوكي، فده ببساطه قوي ازاي تقدر تبيك الكلام الحته دي. طيب انا دلوقتي هاخد الهاي بولي بتاعي ده، اوكي، وهبدا بقى ايه اشتغل عليه. يعني انا هعمل ايه؟ تعالى ايه نضيف دلوقتي، احنا دلوقتي ضفنا ده، تعالى مثلا نعمل حاجة كده ونقول له شيمفر مثلا، اوكي، وهاجي اخد دي ومثلا هعملها كده، ماشي، وبعد كده هقول له insert كمان واحدة مثلا، انا بعمل اي حاجة يعني، اوكي، حاجة بالشكل ده، اوكي، وهنيجي نعمل كده ونقول له بس انا عايز بس ايه نخليها كده، اوكي، وهاجي اخد دي، هنيجي نعمل لها بيفل كده، اوكي، مثلا حاجه ايه على سبيل المثال كده، اوكي، حاجه بالمنظر ده. عملنا مثلا ايه، طبعا انت بقى في الهارد سيرفيس والكلام ده بتبدا بقى تشتغل على الموديل بتاعك بالشكل اللي انت عايزه. اوكي، تعالى مثلا ايه ناخد دي وناخد دي، تعالى كده نشوفها في الهاي بولي، انا مش عارف اصلا هي هتبقى مظبوطه ولا لا. يعني بلاشها دلوقتي، انا بس انا عايز، انا يعني كنت عايز اضيف اي بس تفاصيل كده عليها، بس يعني ايه ممكن نخليها بالشكل ده. اوكي ماشي، حاجه مثلا كده، تعالى برضو هي اكسبورتها خلاص، انت كل اللي انت بتعمله هو مره واحده، وهتلاقي الدنيا معاك ظبطت. اوكي، فتعالى نعمل كده تاني، نمسح ده ونضيف تاني البوكس الهاي بولي، وتعالى نعمل بيكينج. نشوف النتيجة. تعالى نلف كده، شايف البيكينج طالع معانا مظبوط جدا. تعالى ايه لو غيرنا بالسي هيجيب لك
النورمال ماب. بص دلوقتي شايف النورمال مابس بتاعتي تحت هنا مظبوطه قوي. اوكي ليه بقى؟ لو انا جيت بصيت هنا شايف المسافه اللي هو اللون ده، ده بيقول لي انت سبت لي مسافه كافيه في اليو في، فانا قدرت اعمل تنعيم مظبوط على السطح. فبص السطح ده ناعم بشكل مظبوط جدا، شايف؟ لو انت عملت هنا ده مظبوط، بس بص لو انا مشيت كده بالجنب هتبدأ تحس شوية بالشرب بتاعي. تعال نرجع هنا تاني كده. اوكي شايف هنا ده مظبوط، شايف هنا ده مظبوط، ده كويس. اوكي لما تيجي تاخد تشوف كده اليو في، ولو تعالى مثلا ايه، تعالى نعمل كده نشوف انهي. يعني بص هو ده دلوقتي ايه ده وده. بص المسافة ما بين هنا وهنا في مسافة كبيرة ما بينهم، فقدر ان هو يعمل لك يو في كويس. فانت اهم حاجة ان انت زي ما قلت لك تسيب مسافة ما بين الايدجز بتاعتك علشان تخلي الدنيا معاك في الاخر كيرفت وتبقى طالعة سموز بالشكل ده. اوكي وده برضو اللي انت النتيجة دي كويسة جدا. اوكي طيب دي كانت بالنسبة للبوكس. اوكي ايه الحاجة التانية المهمة قوي اللي بيتكلم اللي الناس بتتكلم فيها في الجيمز؟ لو احنا خدنا كده، تعال نشيلهم هنا كده. لو انا عندي حاجة سلندر، اوكي وعلى سبيل المثال انت بتعمل مثلا هات مثلا قبعة او حاجة من ديت يعني، اوكي فانا دلوقتي لو انا عندي مثلا حاجة زي دي، المفروض ان انا عندي دلوقتي بص الكيرف دي شايف باينه معايا ان هي شرب قوي، مظبوط؟ فانا ايه الحل معايا علشان اخلي لو انا عندي تفاصيل كتيره في الموديل وعايز اخلي الكيرف دي هي ناعمه، فانا بعمل ايه بقى؟ انا هخلي ايديت بولي كده. اوكي تعالى مثلا ايه نعمله، وهشيل من هنا ومن هنا. اوكي وهاجي اخد ده وهرفعه مثلا حاجة كده. اوكي وهنيجي نعمل مثلا ايه على سبيل المثال نعمل اوكي تعالى مثلا نعمل حاجة كده. او انا مش عايز او سوري اوكي هنعتبر ان ده اللو بولي بتاعنا. انا بس انا عايز الاول ايه، تعالى الاول نقفله علشان نظبط الدنيا بتاعته. اوكي هناخد كده شيفت واعمل واجي امسك الفيرتكس دي كلها واقول له انا عايز اعملها ويلد. اوكي تبقى كلها كده ماسكه في بعض. اوكي فبقى عندي الموديل اهو، وطول ما انت شغال على الموديلنج في شغل الجيمز لازم تبقى مفعل. بص هنخش هنا كده، هتخش على علامه البلس اوكي والكونفيج فيو بورت، وتخش على الاستاتيك وتقول له سيلكشن وعايز تراينجل والشو علشان انا عايز اشوف ده كام تريس، لان انت بتتعامل في الجيمز بالتريس. اوكي فده دلوقتي عندي نسخه اللوبولي، هنيجي ناخد منها كوبي كده وهنبدا نشتغل بقى ايه على الهاي بولي بتاعنا. فهنيجي نعمل ايه بكل بساطه، هاجي مثلا اعمل كده واقول له مثلا على سبيل المثال اديني كده 3 واعمل لي كده اكسترود. طبعا احنا بنعمل اي ديتيلز دلوقتي. اوكي وهنيجي هنا بعد كده نعلم نقول له رينج كده بالشكل ده، وهاجي اقول له شيمفر، ومن الشيمفر هقول له انا عايزك تسلك لي السلكتد ايدج بس. اوكي وهنيجي نعمل حاجه كده مثلا اوكي، ودلوقتي بقى عندنا موديل هاي بولي بالشكل ده. اوكي طيب بص بقى دلوقتي انا الهاي بولي عندي ناعم بالمنظر اللي انت شايفه ده. تعالى برضو ايه انا هنا
ممكن انا نعلم على دول. بم 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 ناخد منه انسيرت كده وننزل بيه لتحت. فيها يعني اي حاجة كده يعني. اوكي هنعمل برضو رينج كده يعني حاجة كده. اوكي وهنيجي نشوف ادي اللو بولي بتاعنا اهو وادي الهاي بولي بتاعنا. اوكي هنبدأ بقى نبيك الكلام ده ازاي. بص اتفقنا قبل كده ان احنا قلنا ان لازم الهاي بولي يكون فوق اللو بولي مظبوط. فاحنا هنيجي كده يعني ده كده كفاية جدا. اوكي بالمنظر ده تمام. هنيجي بقى ايه ناخد اللو بولي بالمنظر ده تمام. بص اللو بولي دلوقتي بقى عندي شارب فانا لازم احوله ان انا اديله سموزنج جروب. اوكي فانا هديله الاوبشن بتاع السموز ده علشان اخد السموزنج جروب بتاعته. او ان انا في الايديت بولي باجي اعمل كده واقول له ان انا عايز اخليه سموز. اوكي بالمنظر ده فدلوقتي بقى الموديل عندي طالع سموز. اوكي فانا هاجي اعمل كده وهقول له ريست. اوكي وهنيجي لو انا عندي دايما حاجه فوق يعني لو انا عندي مثلا جزء فلات بالمنظر ده فافضل حاجه عندي ان انا اخليه على طول فلات زي ما هو اسيبه فلات زي ما هو. اوكي فانا هاخد دي كده واقول له بس كمان ويلد وبعد كده اقول له ده اقول له كويك بيل. اوكي طلع لي الموديل بالمنظر ده. اقدر اخلي ده استريتشد بس يعني ايه يعني انا بصراحه لما باجي بعمله استريتشد يعني هو طب كويس والله ظبط يعني محتاجش كتير يعني. اوكي بتبدا بقى ايه تتشيك المسافه ما بين الكلام ده مظبوط معاك ما يبقاش فيه اي استريتشد معاك. اوكي طبعا هو بصراحه المايه لطيف في الحته دي بيظبط الكلام ده قوي فانا بس عايز اتاكد من ده يعني هو مظبوط بشكل كبير يعني عشان بس ايه ما نضيعش الدنيا. اوكي وتعالى نعمل كده ايه باك وتعالى نرفع ده شويه كده وبرده ده ايه هنصغره شوية ونرفعه ايه لفوق كده شوية. اوكي بالشكل ده تمام. وهنيجي نعمل اكسبورت لده خلاص اعتبر ان ده بوكس يعني اي مسمى بس دلوقتي. اوكي وده هنيجي نعمل له اكسبورت للبوكس الهاي. اوكي هنيجي هنا بقى نعمل بيكينج تاني نقول له بروجيكشن وناخد البوكس اللو واقول له شير ريفرس دي. اوكي ونيجي هنا نقول له بيكينج شيل ده وهات الهاي بولي وتعالى اعمل لنا بيكينج. اوكي شايف بكل بساطه طلع لي الموديل بتاعي بالمنظر ده. بس هل الموديل ده مقبول في الجيم انجن يعني انت لو سلمته هيقبله منك بالشكل ده؟ هيقول لك لا. ليه بقى؟ لانك انت المفروض ما تبينش الدنيا عندك شارب بالمنظر ده ان يبقى الحواف بتاعتها شارب بالشكل ده. طيب هل دي ليها حل؟ اه ليها حل. ايه الحل بقى بتاعها؟ بص يا سيدي الموضوع بسيط قوي. كل الموضوع اللي انت هتعمله ان انت هتيجي تمسك اللوبولي. اوكي انت دلوقتي عندك الشارب الشاربنس في الحته دي. اوكي فانا هاجي تعالى ايه نحوله كده ايديت بولي وهاجي امسك الايدجز دي بس. اوكي هنعمل لها رينج كده الايدجز دي بس كده وهاجي اقول له انا عايز
اعمل لها مثلا ايه حاجه زي البيفل كده. اوكي، حاجه بالمنظر ده، تمام. فانا دلوقتي بص لما انا جيت عملت تحت، بص اللي حصل دلوقتي ان انا خليت الكلام، بص مكان ما هو شارب كده، بص اديت له حاجه اسمها سبورتد ايدج. اوكي، طيب انا بعد كده بقى بعمل ايه؟ بكل بساطه ان انا هاجي هعمل كده، هاخد كل ايدجين انا عملتهم. مثلا انا دلوقتي طبعا هو انا في المايه بصراحه، عشان كده انا بحب قوي المايه في الكلام ده. اوكي، هتلاقي هنا عندك مثلا التارجت ويلد بتاعتك. اوكي، ممكن تاخد ده كده وتعمله بالمنظر ده. فبقى عندي مكان، بص دلوقتي كان 180، لما انا شلت الفيرتكس دي وعملتها كده بقى 178. اوكي، لما انا هعمل كده بالشكل ده، ماشي، وهكذا لحد ايه ما تكمل للاخر. انا بس ايه عشان بس بسرعه، فخلينا ناخد بقى الجزء ده كده كمان. وهنيجي طبعا انا مش عارف هو بصراحه هو عمل ليه كل الليله دي، يعني والله يا شباب كبرتوا الموضوع. اوكي، انا بس يعني بص هيدخل لي لجوه، فانا مش عايزه يدخل لجوه، فخلينا ناخد ده كده نقول له تارجت ويلد، وناخده مثلا على حاجة هنا كده. هي المشكلة في ده يعني. طب ماشي خلاص، خلينا ناخد دول ونقول له ويلد. تعالى نعمل كده من التوب فيو، ماشي، نعمل ويلد ماشي حاجة كده. بس انا بصراحه حبيت المايه في الحاجات دي اكتر. طبعا انا عشان بس ايه مش عايز ازعجكم بالمايه، بس يعني لو الناس شغاله مايه تقدروا تقولوا لي اعمل لكم شويه دروس كده لطيفه في المايه. اوكي، ف معلش هو الدرس طويل بس ده الاساسيات، يعني ده اللي انت بتعمله في اي شركه جيمز. اوكي، فاستحمل شويه علشان ده المهم، ولازم تعمل الكلام ده في شغلك دايما، علشان هم يهمهم جدا الواير فريم بتاعك في الاخر بيبقى عامل ازاي. اوكي، خلاص خلصنا دي كده. بص دلوقتي المودلز بتاعنا، لو احنا نزلنا هنا كده وشفنا المودل تريس، فاكرين كان هو 200، دلوقتي نزل ل 140، فاحنا دلوقتي قللناه كتير. اوكي، طبعا انا لسه ما كملتش هنا، يعني لو كملنا هنا كده، لو عملنا التارجت ويلد هتلاقي الموديل كتير معاك نزل. طبعا انا بقول لك يعني المايه بصراحه سمارت اكتر في الكلام ده. اوكي، فدلوقتي الموديل معانا نزل من 200 تريس ل 136 تريس. اوكي، بالشكل اللي انت شايفه ده. ايه اللي احنا بقى عملناه هنا؟ اللي احنا كل اللي احنا عملناه ان احنا بس ضفنا سبورتد ايدج على دي، فبقت نعمة شوية مش أكتر. أوكي، فهنيجي هنا أوكي، هنيجي هنا كده ونقول له تاني unwrap. والله محترم إن هو لسه محافظ على الـ unwrap بتاعه. وانا كنت فاكر انا والله المايه نساني بصراحه يعني المايه نساني، بس خلاص يعني مش مستاهله. خلينا ايه نعمل كده. اوكي طيب، اشيل الباك فيسز واجي اقول له
فلاتن، ونيجي ناخد اي واحدة من دول نقول لها اوبس، نقول لها ويلد كده، مش هتظبط بقى خلاص يعني، خليه برضو كده مش هيزعلنا يعني. اوكي، وهاجي اقول له سموز واقول له اوتو سموز في الاخر. اوكي، ونقول له ده البوكس لو، نيجي في البوكس لو او ريفرس، وتعالى نعمل بيك. هتلاقي دلوقتي الموديل بتاعي طلع مظبوط جدا، شايف ناعم ما فيهوش اي مشكله، وفي نفس الوقت الموديل بتاعي لو بولي جدا، تقدر تضيف الديتيلز اللي انت عايزها، وبنفس الوقت الدنيا معاك لو بولي والموديل معاك مظبوط. تمام، دي كانت الحاجه الثانيه المهمه في في شغل اللو بولي. اوكي، ودول اكتر حاجتين اصلا انت بتتعرض ليهم وكيف في الموضوع. على فكرة يا جماعة، موضوع التارجت ويلد ده مهم جدا، لانك انت دايما وانت شغال على اي موديل لازم تبدأ تشوف الحاجة اللي تقدر مثلا ايه. يعني على سبيل المثال انا هنعمل مثلا دايرة كده، اوكي، وهنقول له ان الدايرة دي هنخليها 50 × 50 مثلا. اوكي، وعندي في الدايره دي انا جيت رحت عامل كده، رحت عامل فيها كده ايه مسل دايره كده، علشان عايز اقطع اعمل لها بروبولين. اوكي، ورحت عامل كده. تمام، بس مثلا انا جيت على دي قبليها خليها 10 مثلا. اوكي، وقلت له بيك كده، ورحت عامل البيك بتاعتي. تمام، هنيجي نحول ده ايديت بولي. اوكي، لو انا جيت مسحت ده كده، طيب هل الموديل بتاعي لو انا دخلته على اي جيم انجن هيطلع مظبوط؟ هيقول لك لا طبعا. ليه؟ لانك انت ما وصلتش الفيرتكس دي باي حاجه بقيه الموديل، فالموديل دلوقتي بالنسبه له هو طاير في الهواء، هو مش لاقي حاجه يسبورتد فيها، فده هتلاقي كله بلاك اريا كده ومش مظبوط. فكل اللي احنا بنعمله ايه بقى؟ مثلا في الماكس انا لو ضغطت الت سي بقدر ان انا، او اللي هي كات دي، بقدر ان انا اعمل كات كده واقول له وصله لي بده. وطبعا في المايه حاجه اسمها ال هي في المايه كانت ايه؟ والله انا نسيت. يعني في المايه علشان نوصل حاجه زي دي، فين انا كنت عايز اعمل ايه؟ فيرتكس. وانا كنت عايز اعمل ايه؟ والله انا نسيت والله يا جماعه. مالتي كات برضو، هي برضو المالتي كات. يعني المالتي كات برضو ان انا ايه اعمل كده، هو مثلا اوصل حاجه كده. اوكي، بالشكل ده. فانا دلوقتي انا كل اللي انا بعمله ان انا بحاول اوصل الفيرتكس دي واعمل لها سبورتد ايدج ليها علشان تبقى معايا في الاخر مظبوطه. اوكي، فانا بنعمل كده. اوكي، بس بص انا دلوقتي انهي الاقرب، ده ولا ده؟ انا عن نفسي انا شايف ان هيبقى الاقرب ليها هو اللي فوق ده. اوكي، على حسب اتجاه الموديل بتاعي، فانا ممكن اخليه بالمنظر ده. فانا خلاص انا الموديل بتاعي دلوقتي بقى مربوط بالشكل ده. ده دلوقتي لو انا جيت اديت له سموز هيبدا يسموز معايا، بس طبعا انا شايف بالشكل ده انا علشان الحواف ديت عندي ما فيهاش سبورتد ايدج، فلازم يخليها لي دايره. بس دلوقتي انا ظبطت الايدجز بتاعتي، خليتها ليها سبورتد ايدج، فخليتها بالمنظر ده، وكده الموديل بتاعي ما بقاش مخفي زي الاول.
اوكي، فانت لازم تبدا تفكر في الكلام ده، ازاي هتبدا تضيف سبورتد ايدج للشغل بتاعك علشان ما يبقاش فيه فيرتكس ضايع منك، وفي نفس الوقت انت بتسيف عدد كبير من البوليجونز بتاعتك. اوكي، فيعني دي حاجه كده. طيب حاجه مهمه جدا 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 كان ناس كتيره قوي بتواجهها في موضوع النورمال مابس، ودي اخر حاجه هنتكلم عليها في درس النهارده، علشان بعد الدرس اللي جاي هنتكلم على هنبدا نعمل حاجه زي دي. اوكي طيب، لو انا مثلا عندي الموديل ده، في على سبيل المثال احنا حاطين اسمه ايه، حاطين مثلا مفصلات او صواميل او حاجات من دي، مثلا هنقول ان ده مفصله كده، وهقول له بيفل، خلينا نديله مثلا بيفل كده. اوكي، ونعمل مثلا ايه حاجه مثلا على سبيل المثال كده. اوكي، وهنيجي ناخد ده اوكي، هنخليه كده، وهيجي اقول له مثلا انا عايزك ايه وسطنه لي كده في السنتر. اوكي، وهنخليه كده، وتعالى مثلا ناخد منه واحدة كمان، وهنا وهفعل السناب واقول له مثلا 90 درجة اوبس، او خليه كده حاجة كده. اوكي، دلوقتي انا عندي حاجة بالمنظر ده، تمام. اوبس، هنيجي نخفي الاستاذ ده، تعال نعمل unhidden all، عايز استخفي الهاي بولي اللو بولي، وناخد الهاي بولي. اوكي، هنيجي نعملها كده، وتعالى صغرها شوية. اوكي، وهنيجي نعمل له اكسبورت للهاي بولي. اوكي، وهيعمل هاجي اختار ده، هو المفروض تقريبا بيجي اوتوماتيك، عمل اوتوماتيك، فهنيجي نعمل تيكينج، وهنشوف دلوقتي ايه المشكلة اللي هتواجهنا في ده. ماشي، والله هي ما ظهرتش، لا هي ظهرة يعني، استنى كده خلينا ايه نعمل كده. ماشي، بص هو طبعا هي مش باينه هنا قوي، بس هي ايه هفهمها لكم. بص، المفروض ان انت لو عملت كده وانت راجل مش فاهم، هتقول الله ده الدنيا تمام ومظبوطه وكل حاجه مظبوطه معايا، بس هو الحقيقه ان انت لما تيجي تبص كده هتلاقي ان في ديفورميشن حصل في المش بتاعك. بمعنى ايه؟ بمعنى ان بص ان الموديل بتاعك هنا اكبر من الجزء ده، بص شايف هنا طالع اكتر من الحته دي، ودي بيعملها ديفورميشن مع المش بتاعك، لان هو ما قدرش ان هو يبيك الموضوع صح. ليه بقى؟ لان انا كنت مفعل موضوع الافرج نورمال. تعالى كده لو احنا شلنا الافرج نورمال دي وجينا شلنا ده، بص اللي هيحصل دلوقتي، انا عايزين ناخد بس ايه سكرين شوت. اوكي، بص دلوقتي الموديل بتاعك طالع عامل ازاي؟ مظبوط، ماشي. فعلشان بالظبط تبقى انت شايفها، تعالى ناخد برينت سكرين. اوكي، نعمل كده، وتعالى نرجع هنا تاني نقول له افريج نورمال ونشوف. خلي بالكم يا جماعه الحاجات دي تكنيكال بحت، الكلام ده لو انت ما بتعرفش تعمله مهما كان قوتك في الشغل انت هتترفض من الشركات. اوكي، تعالى نعمل كده. فين اللايرز؟ بص الفرق، بص ده مظبوط 100%، يعني ده صح، يعني الموديل ده دلوقتي معانا. انا بس انا عايز ايه ناخد ده كده
ناخد ده كده ونيجي نشوف الفرق ما بينهم. بص هنا اللي حصل هنا ايه، لما احنا شلنا الافريج نورمال من الاوبشنز بتاعني، اداني الحاجات الفلات مظبوطه، يعني اداني مثلا انا حطيت دلوقتي مفصلات صواميل عند اي حاجه من دي طلعها لي مظبوطه جدا. ليه؟ لان هو اتعامل مع الحاجه ان هي فلاتن. بس انا ليه بضيف الافريج نورمال؟ الافريج نورمال زي ما قلت لك قبل كده ان انا لما باجي بشتغل على الحاجات الكيرفز دي فهو بيبدا يفكس لي الريز بتاعت الكيرف دي علشان يظهرها لي على اللو بولي. اوكي، فالطبيعي لما انا بعملها هيطلع لي ارتفاكشن او هيديني ديفورميشن بالمنظر ده. لو جينا بصينا على الموديل بتاعنا ده، الموديل اللي احنا عملناه الافريج نورمال، بص اللي حصل دلوقتي ايه. اللي حصل دلوقتي ان هو طلع لي عيوب في الايدجز بتاعتي. اوكي، هتلاقي الايدجز بتاعتي طالعه معاك بالمنظر ده، دي علشان احنا شلنا الافريج نورمال. طب تعالى كده نعمل افريج نورمال كده تاني نشوف الايدجز بتاعتها هتبقى طالعه عامله ازاي. هي دي كانت ايه بالافريج نورمال. احنا الموديل تقريبا اللو بولي، فالفكره ان احنا لازم نشتغل على حاجه عاليه شويه. هنا بص شايف اللو بولي بتاعي مش هاردنس، احنا ما ينفعش نخليه هاردنس، فاحنا هنخليه مثلا ايه، تعال نشوفه اللي 60 ماشي، لان السموزنج جروب يا جماعه مهم جدا. السموزنج جروب انت لو ما ظبطتهوش هيطلع لك الحاجات الايدجز. كان في تقريبا كان حد كان صفوان او حد كان سائلني على الكلام ده، فالحل هنا يا صفوان لازم تخلي الموديل بتاعك سموزنج جروب. اوكي، فتعالى نعمل كده تاني ونقول له بيك مره تانيه، هتلاقي الموديل دلوقتي معانا مظبوط 100% ما فيهوش اي اخطاء. اوكي، شايف الموديل معاك تمام، بص ناعم رغم ان انت مش حاطين في هنا في اي حاجه ناعمه، الموديل شارب نس تماما. اوكي، فبالمنظر ده. اوكي، طيب هو الحل بقى علشان اظبط حاجه زي، طبعا هو مش باين قوي في الموديل ده عشان الموديل ده ما فيهوش تفاصيل كتير، بس ده هيظهر لك فيما بعد في حاجات اتقل شويه. اوكي، فالحل بقى بيقول لك ايه علشان انت تعالج الدنيا دي. ماشي، استنى بس ايه نعمل كده. اوكي، وبرده شايف احنا لما شلنا الافرج نورمال ظهر لي هنا الدنيا ناعمه. ليه؟ لان الفيسز ده ناعم. اوكي، فالمفروض ان هو هيرجع تاني الفيس ده نفسه لازم انا اسلك عليه. مثلا لو انا عملت كده اوكي، ونيجي تحت هنا هقول له خليه لي مش نام. اوكي، او احنا تشيل السموز دي خالص زي ما احنا بالظبط. اوبس، خليني ارجع الدنيا كده زي ما كانت. اوكي، معلش انا اسف لو تهتوا مني، بس يعني انا اعتقد ان الدنيا مش صعبه. اوكي، فانتوا لو فكرتوا تفتحوا الكلام ده على اليوتيوب هتتوهوا حرفيا يعني. اوكي، شايفين دلوقتي انا عندي ده مظبوط، بس الايدجز دي لو انا طبعا عندي كذا ايدج هتلاقيها مش مظبوطه. فبيقول لك طب انا اعالج بقى الكلام ده ازاي اعمل المعضله بتاعتك دي. بيقول لك بكل بساطه ان انا بعمل حركه حلوه قوي. ايه هي بقى الحركه دي؟ ان انا هعمل ماسك ما بين الاثنين دول، وفي الاخر اخد نورمال ماب واحد. فبمعنى ايه؟ انا دلوقتي عملت بيكنج لده اهو وطلع لي الموديل بتاعي مظبوط، هاجي اعمل له اكسبورت. اوكي، تعالى مثلا نعمل كده اكسبورت، وهقول له اكسبورتي ده. اوكي، وهنيجي ناخد مثلا الموديل بتاعنا هنديله سموز وخليه مثلا 60. اوكي،
و بوك سلو. وهنيجي نعمل هنا نضيف كده البوك سلو ونقول له برضو ريفيرس ونعمل بيكينج مرة تانية. اوكي فدلوقتي انا عندي الموديل ده مظبوط بس الجزء اللي فوق ده مش مظبوط. فانا هقول له ايه بقى؟ هقول له انا عايزك تجيب لي النورمال ماب ده. اوكي تاخده كده هنا جوه كده وتقول له انا عايزه احطه هنا كده معايا. تمام وهاجي امسح النورمال ماب من الاساس بتاعي ده من الاساسيه بتاعتي. بس انا المفروض انا كنت عايز اظبط يعني ايه انا بس خلينا ايه نشيل بقى كل حاجه دلوقتي. انا بس انا عايز اخد ايه النورمال مابس حاليا يعني. اوكي هنعمل نيو لاير كده وهاخد هنقفل كل حاجه نسيب بس النورمال. هقول له انا عايز النورمال الجميل ده ده بتاع المظبوط اهو. اوكي وهنيجي نعمل لايرز تاني ونخش على البروجكت وناخد النورمال ماب. شايف الفرق ما بين الاثنين عاملين ازاي؟ في فرق كبير ما بينهم. وبكل بساطه هاجي يعني برضو خلينا نقفل كده. اوكي بس انا طبعا انا هنا علشان شلت الحاجات دي فانا هاجي هو طبعا في بلاج في ملف كده بيتحط على طول على على النورمال بيظبط جدا الموضوع ده هوريه لكم برده. اوكي فانا دلوقتي انا بس انا عايز اخلي ده عايز اخلي المظبوط ده واشيل الباقي منه. اوكي فلان ده دلوقتي انا بس انا ايه عايز اتاكد ده البايظ بس الايدجات بتاعته مظبوطه فاحنا عايزين بس نمسح الجزء بتاعه ده. اوكي فاحنا كل اللي هنعمله هنعمل كده هنخليها اد وايت ماسك طبعا هو البلجن بيسهل الكلام ده وفي كذا طريقه بس انا بس ايه بوريكو واحدة من الطرق. وإن يكون دي أنا مش صراحة مش عجباني قوي يعني الطريقة دي مش عجباني. طب خلينا نبقى نشرحها في الدرس اللي جاي أحسن علشان أوريكو الفكرة. الفكرة كلها زي ما قلت لك إن أنا باخد النورمال ده والتاني ده وبعمل ما بينهم ماسك باخد بس الإيدجز بتاعت الماسك بتاعتي. يعني مثلا إيه تعالى كده ماشي انا هنعمل كده اهو اوكي بالمنظر ده. اوكي ونيجي هنا في ده هنعمل برضو اد وايت ماسك وهاجي امسح بس يعني هي دي بس الفكره بس زي ما قلت لك هو البلجن الملف ده بيظبط لك الدنيا اكتر. بص هنيجي نمسح ده اتمنى ان انتوا تكونوا فهمتوا انا كان قصدي ايه. احنا عملنا بيكنج مرتين مره بالنورمال ماب المظبوط ومره بالنورمال ماب اللي هو الجزء اللي فوق مظبوط ومره بالنورمال ماب اللي الايدجز بتاعته مظبوطه. اوكي وبعد كده جينا عملنا ماسك ما بينهم علشان نخلي الجزء اللي فوق ده ناخد الحلو من ده ونحطه على الحلو من ده بالمعنى اصح يعني. اوكي فدلوقتي بقى النورمال مابس بتاعنا طالع بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. تمام هنيجي برضو نمسح الدنيا دي من هنا كده اوكي ونيجي هنا نقول له رجع لي الدنيا كده. طبعا في الماسك بيظبط الكلام ده بيخليه شكله مظبوط اكتر. اوكي فالسكريبت اللي معمول ده هي مريح جدا يعني. اوكي فيعني بكل بساطه زي ما قلت لك احنا خدنا في الاخر الموديل بتاعنا بقى الحواف بتاعته ناعمه وكمان المفصلات او اي حاجه احنا عاملينها طالعه
بالشكل المظبوط اللي احنا شايفينه ده. اوكي، وهو ده المهم في الحاجات في النورمال مابس اللي انت لازم تعرفه. طبعا انت لما تيجي تبص على النورمال ماب هنا هتلاقيه مش متظبط شويه، لازم يبقى فيه الكالر بتاعه يبقى مظبوط شويه، بس يعني ايه بالبلجن هتظبطها، فهبوريها لكم ايه. المهم انت لو سلمت للراجل الموديل بتاعك كده هيحترمك وهيقول لك ان انت كده راجل فاهم في مشاكل النورمال مابس والبيكنج، وده اللي هيقابلنا في لما نيجي نعمل موديل زي ده. موديل زي ده هنعمله حاجات لو بولي جدا، وهنشوف في الاخر ازاي نطلعه بالديتيلز دي. اوكي، فده ببساطه كان اوفر اول عن النورمال ماب. خلي بالكم مفيش حاجه اكتر من كده في النورمال مابس. لو انت فهمت المشاكل دي وقدرت ازاي تحلها في الموديل بتاعك، اي حاجه تانية هتبقى سهله معاك. السموزنج جروب يا جماعه مهم جدا، لازم الموديل بتاعك يبقى سموز. اوكي، وفي سكريبت هتلاقيها حاطها لكم هنا حاجه اسمها النورمال. الاثنين دولت انت لو جيت سحبتهم كده على الماكس على طول، اوكي، بيقول لك ان انا بكل بساطه قوي هعمل لك ويت نورمال عشان ادي لك نورمال ماب مظبوط بتاعك. فانا هخش على النورمال هنا واعمل سيلكت اول واقول له بس يونيفاي، هو بيظبط لك الافريج نورمال بتاعته بشكل مظبوط. اوكي، والتاني برضو ده نفسه هتلاقيني حاطط لكم الاثنين دول مع الصوره بتاعه الملف مع الصوره دي. اوكي، علشان تبدا تعملها زي ما قلت لك، تبدا تجرب تعمل الموديل بتاعك. الاساسيات اللي احنا عرفناها ان الموديل بتاعنا لازم الهاي بولي يبقى فوق اللو بولي، لازم تبدا تحسب المسافات ما بينهم. اوكي، ومن الحاجه الاخيره اللي انا عايز افهمها لك برضو في الموضوع ده، وهي ان انت في السبستانس بينتر لو انت عندك الموديل بتاعك كذا جزء، مثلا انت عندك روبوت ماشي، انت شغال دلوقتي على روبوت مثلا وعايز تظبط تعمل البيك بتاعك مره واحده والروبوت ده كله جزء واحد، لو انت عملت بيكنج مره واحده كده الروبوت بتاعك هيطلع بايظ وهيطلع فيه مشاكل كتيره. فبيقول لك ايه، لو انت عندك اكتر من بيس فوق بعض ماشي، لو انت مثلا عندك بيس مثلا ثانيه زي دي اوكي وحاجه فوق بعض كده، فانت هتيجي تسمي البيس دي مثلا، هتقول مثلا ان دي سلندر 1 اندر سكول مثلا لو. اوكي، وهتيجي تعمل مثلا ايه سلندر 2 اندر سكول لو. اوكي، وتيجي في الهاي بولي فيرجن بتاعتك تسميها نفس الفكره، هتقول مثلا ان دي سي 2 اندر سكول هاي بقى. اوكي، ليه بقى؟ لانك انت لو دخلت في النورمال ماب هنا في البيكنج ونزلت تحت هتلاقي حاجه عندك اسمها الماتشنج. معناها ايه؟ بيقول لك ان انا اقدر اعمل لك ماتشنج ما بين كل قطعه وبعضها، بحيث ان انا لما اجي ابيك ما اخدش التفاصيل دي وارميها على الموديل اللي تحتيها، لا انا عايز كل بيس تبقى منفصله عن الثانيه. فانا باجي بقول له بس خلي بالك طبعا من النيم ماشي، من نيم كونفنشن هنا، ان انا عملت اللو بالكابيتال لتر لازم تخليها كابيتال لتر. اوكي، والهاي نفس الفكره بالكابيتال لتر اخليها كابيتال لتر. اوكي، وبتيجي تقول له انا عايزه باي مش نيم، وتيجي تعمل بيكنج، هتلاقيه في الاخر طلع لك البيكنج بتاعك مظبوط بدون اي مشاكل. فدي برضو كانت من الحاجات المهمه قوي ان انت لازم تعرفها، ان انت تخلي القطع بتاعتك كلها بشكل مظبوط. ولو جيت وريتها لك مثلا في حاجه مثلا انا كنت عاملها، تعال نشوف. مش عارف بصراحه انا عندي حاجه هنا ولا لا. يعني مثلا على سبيل المثال بص، مثلا انا عامل مثلا هنا حاجه مثلا مسميها مثلا الليبراوند، وهنا الليبراوند هاي بولي، بس انا كنت عايز اوريها لك في حاجات تانية، بس انا مش متذكر دلوقتي بالظبط الموديل فين. بس المهم زي ما قلت لك، لو انت عندك موديل اكتر من قطعه متجمعين مع بعض لازم تعمل كده، علشان في الاخر هو يقسمهم لك ياخد كل اليو في لوحده. اوكي، ده بنسبه كبيره 99% من مشاكل البيكنج اللي بتقابل الناس وحلها. هنتعامل برضو شويه مع الحاجات الهارد سيرفيس، وهوريكم ازاي تقدروا تعملوا ريتوبولوجي
كويس. ان شاء الله الدرس في الدرس اللي بعد الجاي هوريكم الريتوبولوجي في المايه، لان الريتوبولوجي في المايه عظيم جدا، وهوريكم ازاي نقدر نعمل حاجه مثلا توصل، يعني شايف مثلا كل ده حاجات، يعني مثلا ده موديل هاي بولي، ده اللو بولي، بعديه شايف الموديل في الاخر 6000 تريس. اوكي بص الموديل هنا 99000 994000 تريس، فان انت تحول ده لده وفي الاخر يطلع بالكواليتي ده. اوكي فدي من الحاجات المهمه جدا ان انت لازم تتعلمها في الريتوبولوجي. اوكي ان انت ازاي تطلع النورمال ماب بتاعك مظبوط بالشكل ده ويطلع الحاجات دي. ان شاء الله هنركز على الكلام ده، لان زي ما قلت لك في شركات الجيمز ما يهمهوش ان انت بتبني السين، هو يهمه ان انت تبقى فاهم الفيرست ستيب وهي البيكنج بتاعك اوكي، او الاسيتس بتاعك. فاتمنى ان شاء الله الدرس يكون عجبكم، واشوفكم ان شاء الله في الحلقه الجايه. السلام عليكم.